سابقا الدكتور ديرار سفاريني. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، صباحكم، صباح الفجر الجميل، صباح هبة وصباح خالد. يسعد صباحك يا رب. صباح الإخوة المشاهدين جميعا. يعني الجراف في انتماء للفجر الجديد. أسعد الله صباحك. أكيد يعني أنا انطلاقتي كان أصلا من الفجر. الفجر هو يعني متربع على عرش قلب، على عرش هيك عمل عرش لحاله بقلبه وقاعد فيه الفجر، ما في شك. الله يسعد صباحك يا أحبة وأهلنا وحقيقة، لكن قديش الجو جميل، لكن كل هالجمال هذا شابه للأسف اللي تفضلتوا فيه، اللي هو الحادث المأساوي اللي وقع في الأردن. حقيقة نفس الشيء بنشارككم في تقديم التعازي للأشقاء في الأردن لذويهم، وأيضا للطفل، ذوي الطفل المتوفى في النقب، فرحمهم الله جميعا، وإن شاء الله أنهم يكونوا في الجنات النعيم إن شاء الله. دكتور، إحنا موضوعنا اليوم يشهد ويتزامن مع التقلبات الجوية. شهدنا أسبوع كان في ارتفاع في درجات الحرارة، مزيد من الغبار ولربما بكتيريا فيروسات، يعني ذلك أنه الأجسام ستتأثر، واحد من هذا التأثر هو الإسهال. فعليا كيف بتلعب مثل هذه الظروف لمضاعفة فرص الإصابة أو لربما تكون ارتباطاتها بأمراض أخرى تسبب الإسهال؟ صحيح، يعني هو الإسهال طبعا هي، هل هو مرض أم هو عرض؟ طبعا هو ليس بمرض، هو عرض أو ظاهرة لمرض ما. يعني واحد لما يجي عنده إسهال بتقول له مثلا بتكتب له بالتشخيص إسهال؟ لا طبعا، لكن هو عرض أو ظاهرة لمرض ما يصيب الإنسان من ضمن أعراض أخرى. نعم. وقد يكون حاد وقد يكون مزمن، وهذه الظاهرة أو العرض تؤدي إلى اضطراب واختلاف في عدد مرات التبرز والكم، الكيف كله طبعا بصير فيها اضطراب، فبصير إما بيكون مائي أو بيكون طبعا بيكون بشكل رخو. إذا اضطربت الحالة الطبيعية لنزول البراز، فبصير عندنا هي اللي هي حالات الإسهال. نعم. طيب دكتور، تفضلت إنه هو عرض لأمراض معينة. نعم. طبيعة هاي الأمراض إيش ممكن تكون اللي بتم فيها كأعراض يكون؟ نعم. الإسهال. نعم. هسا الأسباب الإسهال كثيرة. يعني قد تكون حادة وقد تكون مزمنة. طبعا بالنسبة للحادة طبعا نفس الشيء، في أنها أسباب كثيرة. نعم. وقد يدمج معها خلال الشرح، قد يدمج معها أيضا بعض الأمراض المزمنة. حادة مثل إيش مثلا؟ قد تكون عدوى. يعني إذا أي واحد يصيب عدوى زي ما تفضل، تقلبات الجو وانتشار يوم حار يوم بارد، انتشر الفيروس، كثر الفيروس، قد تكون العدوى إذا قد تكون فيروسية، قد تكون بكتيرية، وقد تكون أميبا وفطريات. الفيروسية أكثر إشي اللي هو في فيروس اسمه روتا فيروس، طبعا هذا أكثر 90-95% من حالات الإسهال بكون هي فيروسية. أما البكتيرية قد تكون اللي هي مثلا البكتيريا اللي هي الشيجيلا سالمونيلا التسمم الغذائي. نعم. هاي طبعا بتكون بكتيرية. الأميبية أو الفطرية اللي هي بكلها التعناية أو التقريطة أو الدزنتاريا، وفي الجارديا، هاي طبعا هاي بتكون بالنسبة لطرق العدوى، يعني إذا كان أسباب عدوى. في أسباب أخرى كثيرة طبعا نتطرق لها، أو بس بنمر عليها مرور الكرام لأنه بنرجع بعدين الأكثر شيء للفيروسات. أسباب العدوى أكثر منها طبعا برضو من البكتيريا اللي هي الكوليرا مثلا. شايف طبعا الله يحمينا ويحمي جميع المشاهدين والمواطنين جميعا. شايف علي؟ من الأمراض الأخرى إيش مثلا؟ في عندك مثلا عدن مثلا بعض الأمراض السرطانات مثلا قد تؤدي، والعلاج بالإشعاع قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال. فرط الغدة الدرقية، واحدة عندها نشاط الغدة الدرقية قد تؤدي إلى إسهال. بالأطفال مثلا عندنا اللي هو مثلا انغماد الأمعاء في قلب بعض، يعني بيجي جزء من الأمعاء بدخل بالجزء اللي منه تحت بدخل فيه، فطبعا بصير عنده هنا إسهال، بس الإسهال بيكون على شكل جيلي، يعني بينزل على زيت مية المندورة أو بيكون أحمر. في أمراض اللي هي عدم تحمل اللاكتوز بالأطفال برضو قد تؤدي إلى إنه إسهال. تبدل الحليب الإسهال برضو قد يؤدي إلى إسهال. مرض القمح قد يؤدي إلى إسهال. نقطة مهمة برضو اللي قد يكون الأهل هم السبب في الإسهال، اللي هي كنية الرضاعة، عدم المواكبة أو أشياء النظافة. اثنين، في منهم بيعمل الرضاعة خاص بالصيف لما تقلب الجو بيكون حر، بيعمل الرضاعة بحطها وين؟ بالشنتي. صحيح. وبدأت تطلع زيارة، بدأت تروح وتنزل على السوق إشي، موجودة بالشنطة ساعتين ثلاث، شو صار في الحليب بدون ما شم؟ يعني مرة أجت يعني بس شم ريحة الحليب بعد 3-4 ساعات تضل بالجو الحار، شو حرارة عنك إنت نفسك ممكن تراجع. شايف علي؟ إذا الأهل لهم دور برضو في إصابة الإسهال، غسل عدم النظافة، عدم غسل اليدين، كل هاي أمور قد تؤدي. وممكن نقطة عدم غسل اليدين نقطة مهمة دكتور، خاصة إذا ما تحدثنا عن فئة عمرية صغيرة أو فئة عمرية كبيرة
لا تعي ولا تتبع الإرشادات، ممكن من لعبة، لعبة تراب شوية هيك بالحارة، ممكن هذا كله يكون عناصر مسببة للإصابة بالتأكيد بأمراض، وبالتالي إنه ظهور عندنا الإسهال كعرض لهذه الأمراض. صحيح. برضو في نقطة مهمة اللي هي بعض الأدوية والمضادات الحيوية قد تؤدي إلى إسهال، يعني مثلا أجاك مسهال تقول إيش أخذت امبارح دواء، قد يكون في بعض المضادات الحيوية، في مضادات مثلا كيف بتعملش، لكن في مضادات حيوية بتعمل يعني بتقتل الفلورا تاعت الأمعاء اللي هي الأهداف، بتقتل الصالح والطالح، بتقتل البكتيريا النافعة وبتقتل البكتيريا الضارة. أيوة. فهي قد تؤدي في بعض برضو إلى إسهال. يعني نعم. تقريبا في بعض الأمراض المزمنة مثل اللي هو كورون، مرض كورون وال الكولون مثلا، امراض الكولون قد تؤدي للسنة ان مرضين للكولون اللي هي انشأت عندك الكولون العصبي اللي هو تقريبا معظم الشعب، كل الشعب طبعا لانه بسم الله ما شاء الله مرتاحين والحمد لله رب العالمين اضروا في المعيشه، فكل طبعا الكولون العصبي او الكولون الهادئ عكس العصبي طبعا بتيجيك اول شيء نوبه امساك قويه يتبعها ايش اللي هي بيجيها نوبه الاسهال. عندك الكولون التقرحي نفس الشيء، بيكون نفس الشيء، بتلاقي مسك 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 وبعدين بتلاقي اجاقش اجت دفعت الاسهال. بس شو الفرق هون؟ بيكون في تقرحات اللي هو بصير تقرحي، بصير يسلخ الغشاء المخاطي فبنزل على شكل مخاط، بتروح انت تفكر انه اميبا، فبتروح تعمل تحليل براز بتلاقي له اميبا ولا شيء، بتلاقي تعمل منظار بتلاقي اللي هو الكولون التقرحي واللي هو الارثريتيك كولايتس اللي هو مرض كثير برضه منتشر جدا. الدكتور فعليا اوكي الاسهال سهل التعامل معه، لكن دائما كما تؤكدوا انتم الاطباء إلى أنه يعتبر خطر خطر ممكن أو أنه يخرج عن السيطرة أو يحمل مضاعفات أكبر إذا كان مرتبط في الأطفال أو كبار السن. ليش؟ بس بالنسبة للأطفال طبعا كداش حجمه الوزن، كداش كمية السوائل اللي فيه مزبوط؟ فلو مثلا أجا مثلا 4-5 مرات أو 6 مرات أو 10 مرات إسهال، كم كمية من هون بدك التشخيص، كم الكمية اللي فقدها، كم عدد المرات اللي أجته. فإذا فقد سوائل كثيرة شو بده ينتج عنه؟ بصير عنده جفاف. وأكثر شيء إحنا بالإسهال بنخاف من الجفاف، ما فيش أي شيء ثاني، عندك الجفاف اضبط الجفاف اضبط الحرارة وما تسألش. حتى لو استمر يستمر هو يعني طبيعته لازم يستمر. هسه هو لما نطرق للعلاج كيف الإسهال يعني ندخل إشي بإشي، هو بشكل عام جهاز المناعة عندك جهاز مناعة بالجسم، جهاز المناعة تمنه يبدأ هسه دخل الفيروس للجسم. نعم. جهاز المناعة يبدأ يتكون ويبدأ يجيب جيوس ويحشد القوات حتى أنه يهجم على الفيروس، بده 3-4 أيام. ثلاث أربعة أيام بكل جهاز المناعة جاهز بقدع الفيروس وبنتهي الموضوع. فإذا لو استمر 3-4 أيام إذا إيش طبيعي. علشان هيك دائما يقتصر للعلاج أحيانا، مش إني مش طبيب بس إنه بتعطوا سوائل اللي هي التركيز على السوائل هذه الشربات. في عندك تراحي لك؟ لا مش هطلع برنامج طبي. لا مش طبي، لا لا يعني انا في اوقات بروح الدار من العيادة شرحت كود محلي فيها شوي. هاي قصفي على الهواء. لا بالعكس بحبي. ثقافة طبية. بالعكس يعني بأخذ معلوماتك الطبية ما شاء الله. بس جد. او بصير تعطيني دروس. في دواء غير الشراب يعطى لي. بالضبط. هسا بالنسبة للعلاج السهل كثير ناس بروحوا بلجأوا للمضاد الحيوي، هاي اكبر كارثة بتتم. يعني دائما وانت تلجأ للمضاد الحيوي بعد التحليل تحللت الكيتو بكتيريا وكانت المضاد. نعم. الكيتو بكتيريا ليش تعطي المضاد؟ هل حيفيد الفيروس؟ لا بالعكس حيغطي على الفيروس وحيخلي الفيروس اشرس. نعم. طيب دكتور درار، بالنسبه لحالات الاسهال ممكن تكون في البدايه بنسب قليله مش بهالكميات الكثيره او عدد المرات الشخص ممكن يعاني منها، لكن مع ممكن استمراريه المسبب اللي بيخلي للاسهال وعدم معرفه تشخيص الحاله فعليا او ممكن يكون اهمال من المريض بانه يروح يعالج حاله أو يعرض حاله عند طبيب، ممكن يتوصلوا لمضاعفات معينة. إيش ممكن يكون في هناك مضاعفات خطيرة تعتبر للشخص؟ أكيد عرف السبب بطل العجب يعني. نعم. يعني إذا شخصت مظبوط وعالجت مظبوط مش هيكون في مضاعفات. إذا زي ما تفضلت مثلا تلكك في العلاج استعمل العلاج الخاطئ أكيد حيصير لنا مضاعفات. يعني أكثر شيء إحنا بنخاف من الجفاف وما ينتج عن الجفاف. يعني أي شيء لما يبطل يصل سوائل لأي جزء في الجسم قد يؤدي لفشله، قد تؤدي لا سمح الله للوفاة خاصة الطفل. يعني لما يكون جفاف، لما يكون عنده الكلى تبطل تشتغل، لما يكون عنده الأمعاء مثلا بطلت كذا، لما يصير عندك البول يصير عنده لون داكن النافوخ مثلا للطفل بتلاقي نزل لتحت الفيروس انتشر وكله. ممكن يكون يعمل أشياء أخرى طبعا مضاعفات الأعصاب مضاعفات على أي التهاب آخر قد يؤدي فيما بعد إلى تطور المرض وأهم هنا الوفاة. ممكن قد ما حاول يعوض من سوائل أو يشرب بكميات كبيرة برضو كلها ممكن يكون رايح يعني بالعامية، يعني في حالة استمرارية الإسهال. بس هو ما هو بدك تعتمد على الإسهال، هل هو مثلا خفيف وسط ولا حاد؟
خفيف ووسط بشكل عام بالمحلول الإماهي اللي هو بالأكياس البودر اللي بحطه كلها محلول المية بنحله وبنعطيه نعم. بشكل عام بتعالج يعني لحد خمس أربع خمس ست مرات ممكن تعالجي. هسا لا سمح الله ما تعالجش لا والله ضل هذا ضلك مركن إنك قاعد تعطي أملاح لا فورا بده يروح على المستشفى بده يتنقل المستشفى بياخذ محاليل وريديه في المقابل يعني هاي الاكياس ممكن ما تكفيهوش لما يكون حاد واكثر مما لازم لما يكون حاد وسرير يعني يكون حاد وكثير يعني او قوي جدا طب المحلول الإماهي مش حتكفي لما تكون 10 مرات و12 مره مهما اعطيتي بس لو الطفل بطبيعته برفض لكن لما يكون جفاف شديد بده ياخذ بس مهما اخذ مش حيعوض السوائل اللي فقدها رجعتوا على الوصفه تبعتي على المحلي من الحكي المره بديت عليه تفد محلي او بتكاسه من الصبح وقت المساء دكتور في بعض الاحيان اما نحكي عن الفئه العمريه الصغيره ويترافق مع مرض وبيكون في حراره نعرف انه بيفقد الشهيه او لا يحبذ تناول شيء كيف بدي ادفع وانا بصراحه في ظل فقدانه اني اوكي على الاقل عوض شو اللي بتنقصه هو محلول الاماهه لو يعني لو انك درست او يعني هي وظيفه المره الثانيه خلينا ندرس الموضوع محلول الاماهه يغني عن الحليب ويغني عن الغذاء لانه فيه 20 غرام سكر من مكونات السكر اللي هي تغذيه من مكونات الصوديوم والبوتاسيوم والبركنات والكربونات اللي هي الاساس العنصر الاساسي للجسم والخلايا فهو محلول الإماهة يعني صمم وطبعا بعد دراسات عالمية من منظمة الصحة العالمية صمم يعني هو الغذاء لهذا الطفل فلو أخذه حيصير لكن طبعا هلا يعني إنك أنت تثبت الصف على جنب وشي ممكن تبدأ تعطيه المقبلات مثلا تبشر له بحبة تفاح مثلا بس بدون كشر نسبك لك التفاح ما هو بعمل السهل لك ابشر التفاح كشر التفاحة بشرطة وطعمه والتفاح يعني نكهتها زاكي يعني هي محببة للطفل بشكل عام فلو بشرتها وعطيتها وعجنتها وبدأت شوي شوي تعطيها هذه في الشكل كل الاحترام نعم. كل الشكر دكتور درارة على كل المعلومات الصباحية الطبية واللي ممكن بتجيب على تساؤلات كثير من المشاهدين اللي عم بيتابعونا كل الشكر لرئيس قسم الطوارئ في مستشفى الزكاة سابقا الدكتور درار سفاريني